صباح الخير مشاهدينا، اليوم حديثنا عن المنتخب الفدائي اللي تم استقباله بالورد والأعلام الفلسطينية في الوصول إلى الدوحة. وتمكن المنتخب فلسطين من حجز مقعده في بطولة كأس آسيا قطر 2024 من أجل التطلع لكتابة تاريخ مشرف في سطور البطولة القارية. هذا ويلعب المنتخب الفلسطيني ضمن المجموعة الثالثة والتي بتضم منتخب الإمارات وإيران وهونغ كونغ، وسيفتتح مشواره في البطولة بمواجهة إيران يوم 14، ثم الإمارات يوم 18، وأخيرا هونغ كونغ يوم 23 من الشهر الجاري. وسيشارك المنتخب الفدائي في بطولة آسيا في هذه النسخة، ويأمل في تحقيق رقم قياسي من أجل الوصول إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة. الجدير بالذكر أن منتخب فلسطين قد شارك في بطولة كأس آسيا مرتين من قبل، حيث شارك في نسخة 2015 في أستراليا ونسخة 2019 في الإمارات. طبعا يبحث المنتخب الفلسطيني عن فوزه الأول في كأس آسيا على الأقل تقدير بعد 6 مباريات لعبها وديا ضمن معسكره التدريبي، تعادل في مباراتين وخسر في 4، حيث تمكن لاعبو المنتخب الفلسطيني من تسجيل هدف وحيد بينما استقبلت شباكه 14 هدف. وتعتبر نسخة 2019 هي أفضل مشاركة للمنتخب، حيث افتتح النسخة بالتعادل السلبي بدون أهداف مع سوريا، ولكنه تلقى الهزيمة أمام استراليا بثلاثية نظيفة ساهمت في تقليص آماله بالتأهل، ثم تعادل أمام الأردن بدون أهداف. وضمت قائمة منتخب فلسطين المشاركة في أمم آسيا كل من في حراسة المرمى رامي حمادة وبراء خروب ونعيم أبو عكر، خط الدفاع عمرو قدورة، موسى فيراوي، سامر الجندي، مصعب البيطاط، محمد خليل، كاميلو سلدانا، محمد صالح، ياسر حمد، وميشيل ميلان. في خط الوسط المهدي عيسى، عطاء جابر، عدي خروب، عميد محاجنة، محمد باسم، تامر صيام، محمود أبو وردة، وسامر زبيدي. بينما في خط الهجوم محمود وادي، وعلاء الدين حسين، شهاب القنبر، إسلام البطران، وزيد القنبر، وعدي الدباغ. بالتوفيق للمنتخب الفدائي الفلسطيني، وشكرا لمتابعتكم. نعود لباقي فقرات برنامج صباح الرياضية.